الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان من أجل العبادات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الأمة المحمدية. ورمضان في حقيقته ليس أشهرا ولا سنوات، وإنما هي أيام معدودات. فسبحان الله، ها هي أيامه تمضي، وها هي لياليه تنقضي. وإن رحيل رمضان ينبئنا جميعا برحيلنا عن الدنيا، ونحن نودع، أو قد انتصف هذا الشهر الكريم وقد ودعنا بعض، وقد ودعنا نصفه. ينبغي للمسلم أن يستغل ويستثمر ما بقي من الليالي والأيام. ها هي الليالي تمضي والأيام تنقضي، وحالنا كحال القائل: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقني مع الأحياء حيا، أو أنك تلقني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال. فالمسلم قد يفرط وقد يقصر، ولكن نقول لجميع الإخوان ولجميع الأخوات بأن رمضان لا ينتهي ولم ينقضي بعده. فها هي لياليه مقبلة، ها هي أيامه مقبلة، ها هي ليلة القدر، وما أدراكم ما ليلة القدر، ها هي ليالي الرحمة، ها هي ليالي العتق من النيران. فينبغي للمسلم أن يستغلها أحسن استغلال، لا يفرط. هذه الليالي ليست للعب، وليست للهو، وليست للذهاب والإياب، وإنما هي ليالي القربى إلى الله عز وجل، هي ليالي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هي ليالي قراءة القرآن الكريم، هي ليالي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هي ليالي الجود، هي ليالي الإنفاق، كما وصف ابن عباس رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فينبغي للمسلم أن يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. في هذه الليالي المباركات نصلي التراويح، نقرأ القرآن الكريم، أما النهار فنسعى إلى الخير، نسعى إلى بذل العطايا، نسعى إلى بذل القربات. لابد أن نحيا مجتمعا واحدا، لابد أن نحيا مجتمعا متآلفا، لابد أن نحيا مجتمعا متماسكا، لابد أن يتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيا من فرطت في الليالي الماضية، هي الليالي مقبلة، ليالي العتق، ليالي المغفرة، ليالي الرحمة، فلابد أن نستغلها أحسن استغلال لنفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. هذا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.